بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على المسلم أن يكثر من الدعاء دائما وأبدا، وفي هذا الشهر بخصوصه، لأنه شهر الإجابة وشهر القبول، شهر الرحمة والمغفرة، فيكثر المسلم فيه من الأعمال الصالحة، ومنها الدعاء لنفسه ولوالديه ولأقاربه ولإخوانه المسلمين. والله جل وعلا قريب مجيب، لكن علينا فعل السبب، وعلى الله سبحانه وتعالى القبول والإجابة، كما وعدنا بذلك في قوله جل وعلا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، لا سيما في هذا الشهر المبارك، له خاصية وله فضل أكثر من غيره. فعلى المسلم أن يجتهد الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين، وأن لا ييأس أو يقنط من الإجابة، وأن لا يثبطه الشيطان فيذكره بذنوبه ويقول لا يستجاب لك وأنت تعمل كذا وكذا. الله جل وعلا يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء في صلاته وفي ليله ونهاره وفي جميع أوقاته، يكثر من الدعاء لأنه بحاجة إليه، والدعاء لا يكلفه شيئا. يدعو الله قائما وقاعدا وماشيا، ويدعو الله في كل حالة يتناسب معها الدعاء. وهذا شهر الإجابة وشهر الفضل، شهر القبول، وشهر المضاعفات للأجور. على المسلم أن لا يحرم نفسه من فضائل هذا الشهر ويميل إلى الكسل والخمول، أو يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله موجب للغضب من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، والله جل وعلا يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما عظمت ذنوب العبد وخطاياه فإنه لا ييأس من عفو الله ومغفرته إذا تاب إلى الله واستغفر. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا إليه مع الدعاء ومع الاستغفار، ينيب إلى الله ويرجع إليه ليقبل دعاؤه ويستجاب دعاؤه. ولا يقتصر على الدعاء، بل يشارك في الأعمال الصالحة حسب مقدرته بما يسر الله له في هذا الشهر المبارك، ليكون معودا له على الخير ومدربا له على الخير ومنطلقا له فيما بعد رمضان وفي بقية عمره. ربما يكون الإنسان في غفلة وفي لهو ولعب، ثم يأتي رمضان فيتيقظ الإنسان ويتوب إلى الله بسبب الصيام، بسبب تلاوة القرآن، بسبب قيام الليل. فليستمر على هذا، ويكون رمضان فاتحا له أبواب الخير ومعودا له على الطاعة، ويكون رمضان منطلقا للمسلم إلى الخير في رمضان وفي غيره. وهذه هي الحكمة من الله جل وعلا، إن جعل هذا الشهر شهر العبادة والصيام والأعمال الصالحة، أن الإنسان قد يكون في
غفلة وفي انشغال بأمور الدنيا وإعراض عن الآخرة، فإذا جاء رمضان فتح الله له أبواب الجنة وأغلق عنه أبواب النار وصفد عنه الشيطان، حينئذ يتنبه المسلم لنفسه ويتعود على الخير. فرمضان إنما هو مدرب على الخير ومعود على الطاعة وملين للقلوب، نهاره صيام وليله قيام وأوقاته طاعات، فعلى المسلم أن ينتهز هذا الشهر ليكون منطلقا له إلى الخير والعبادة والطاعة لبقية حياته. فإن من حرم الخير في هذا الشهر حرم الخير كله. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا سأله أصحابه عن ذلك، قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين، قال ومن أدرك أبويها واحد أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. فهذا الشهر شهر عظيم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.